فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى وعامة سورة، يعني أن في الأعراب منافقون، وفي المدينة وفي القرى منافقون أيضا. نعم. وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب. سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى آخرها كلها تسمى بالفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وبينت مخازيهم، وذكرت أن المنافقين يكونون من الأعراب ويكونون من الحاضرة، من الأعراب ومن الحاضرة ومن أهل المدينة بالذات. نعم. كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله صلوات الرسول. كما أن سورة التوبة فيها الثناء على المهاجرين الذين تركوا أوطانهم وهاجروا إلى المدينة وتحملوا الغربة وفارقوا الأولاد والأوطان وجاهدوا في سبيل الله، والأنصار الذين هم أهل المدينة واستقبلوا إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأموالهم وبيوتهم ونصروهم، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبقوا إلى ذلك غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، الذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم وسلكوا منهجهم في نصرة الإسلام والمسلمين، فرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس بالانتساب فقط، أن يقول الإنسان أنا سلفي، أنا على منهج السابقين الأولين، بدون أنه يعرف ما هو منهج السلف ويطبقه تماما، لأن فيه من يدعي السلفية وهو لا يعرف منهج السلف، وفيه من يعرف منهج السلف لكنه يغلو فيه ويخرج عن حده، فهذا لم يتبعهم بإحسان. الكلام على من اتبعهم بإحسان بالعلم والعمل، بالعلم بحيث يعرف منهج السلف ما هو، وبالعمل بحيث أنه لا يخرج عنه يمنة ولا يسرة، لا يغلو ولا يجفو، هذا معنى الإحسان. نعم. قال رحمه الله: وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب، كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول. نعم. فالله جل وعلا قسم أهل المدينة إلى قسمين، وقسم الأعراب إلى قسمين، محمود ومذموم.